لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني نشرتنا الرياضيه في لايف سبورت. البدايه بالترجي الرياضي التونسي، وين نفذت تذاكر مباراه الترجي واساك ميمي موزا اللي تم طرحها للبيع صباح اليوم، والبالغ عددها 9050 تذكره. وكان الاجتماع الامني اللي اوقع تنظيمه بدايه من الاسبوع بدايه مع انطلاق وبدايه هذا الاسبوع في مقر ولايه بن عروس قد افضى الى الاتفاق على طرح 9050 تذكره للبيع مع تخصيص مدارج المنعم المعرج الشمالي لجماهير الأفريق الإيفواري، علما وأن عدد الاشتراكات اللي وقع بيعها من قبل الترجي الرياضي التونسي بلغ حتى يوم الثلاثاء الماضي 16400 اشتراك. في أخبار الأندية التونسية، أعلن النادي الرياضي لحمام لم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن وفاة المحب والمسير بفرع كرة الطائرة عبد الرؤوف بكرومة أثناء مباراة الفريق ضمن كأس تونس للكرة الطائرة. وكان أشار نادي حمام لم أن الفقيد توفي على إثر نوبة قلبية مفاجئة وهو يتابع المباراة اللي كان ابنه مراد بكرومة يشارك فيها. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نقلب الاختصاص، البارح كانت دارت مواجهة الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نعطيه النتائج، هزيمة نجم حرق الوادة من النادي الافريقي بنتيجة 76 مقابل 59، فوز الاتحاد المنسيري على جي اس كا بنتيجة 73 مقابل 57، هزيمة النجم الساحلي امام النجم الراتسي بنتيجة 68 مقابل 76. نمشي لكرة اليد، تتلعب غدوة مباريات الجولة الأولى إياب من مرحلة التتويج ضمن منافسات بطولة النخبة لأكابر كرة اليد. نعطي والبرنامج في المجموعة الأولى 9:30 متاع الليل، النجم الساحلي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وبعث بني خيار يستضيف نادي سقيط الزيت. بالنسبة للمجموعة الثانية في نفس التوقيت، نلقاو اتحاد منزل تميم يستضيف مكارم المهدية، وسبورتينغ المكنين يستضيف النادي الإفريقي. كانت هذه أهم وآخر الأخبار الرياضية. نذكركم أخبارنا ديما متواصلة على سيتم تاعنا تروى دبلو في الحياة FM.net. أجمل تحيات حسام الربحي، في أمان الله.